عام الدفاع التركي 2025، تركيا تعلن أضخم عرض دفاعي العام القادم، IDF 25، المعرض الدولي 17 لصناعة الدفاع الذي تستضيفه وزارة الدفاع الوطني التابعة للجمهورية التركية بدعم من رئاسة الصناعة الدفاعية SSB وتحت إدارة ومسؤولية مؤسسة القوات المسلحة التركية، وسيقام في مركز إكسبو إسطنبول في الفترة بين 22 و 27 تموز يوليو 2025. وسيستضيف معرض آيدف للصناعات الدفاعية الذي يعد من أهم معارض الصناعات الدفاعية في العالم، حيث يتم عرض أحدث التقنيات زواره في معرض إكسبو إسطنبول لأول مرة في عام 2025. وسيقدم المعرض أحدث المركبات القتالية المدرعة والمركبات المدرعة التكتيكية والمركبات البرية والجوية والبحرية بدون طيار وأنظمة الأسلحة والصواريخ وأنظمة الصواريخ طويلة المدى المضادة للدبابات وأنظمة الصواريخ الموجهة بالليزر شبه النشطة والصواريخ الموجهة وأسلحة المشاة وأجهزة المحاكاة العسكرية وحلول الحرب الإلكترونية ومجموعات الطاقة، حيث سيكون هناك العديد من المنتجات بما في ذلك معدات التخلص من المتفجرات والألغام والبرامج العسكرية. ووفق المعلومات فإن معرض الدفاع آيدف 2025 سيكون مختلفا هذه المرة، حيث من المقرر أن يستضيف ما يزيد عن 100 دولة، وسيجمع المشاركين والزوار من مناطق جغرافية مختلفة من العالم في إسطنبول، كما سيجمع العديد من المنظمات والشركات الدفاعية بالإضافة إلى جناح خاص لأحدث مقاتلات الجيل الخامس والسادس المأهولة وغير المأهولة.